الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة. مانا نتوا نجيا دليل هذه قمنا مانا تقال قمنا قمني قول ملاك أبين. نؤمن بأنهم عالم غيب غابوا عنا لا نراهم. كون قمني نجيا قمني قول ملاك أبين عنده وعندما كتبوا ذي كون كتبوا ويرنغو إن عندهم نبوي. خلقهم الله من نور. الله تجي ملاك أبين ورد النور. يطيعون الله ولا يعصونه. بملاك أبدي كو يقرأوا الله سبحانه وتعالى وبطاع الله سبحانه وتعالى. لهم أرواح. نودري ونكي. وأجساد. كجمع يبلي وعقول كجمع يحكي وقلوب كجمع يبرد نؤمن بجميع الملائكة عليهم السلام قومن دنان قال الملائكة بين فاطمة وبمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم إكو الله كري عندني إمرد إلا ملائكة بين قومن دون مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل نجيا مور جبريل ميكائيل إسرافيل ونؤمن بمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أعمال مثل جبريل عليه السلام موكل بالوحي قومن كري قل لي كونكو الله يمر ملائكة بين صفة جبريل الله موكل يمريم إمرد كيبينغ الوحي ونؤمن بمعلمنا الله سبحانه وتعالى من صفات مثل لا يعصون الله ما أمرهم يقوم بين كذي ملاك بين صفات الله هو يتيء في مبين صفاتهم ملاك بين دي نجاء صفة مبين بوابة الله سبحانه وتعالى ونؤمن بجميع الأخبار التي جاءت عنهم والله أعلم قوم بين دندان الكمبيوتر الله ولا نلاهم بيتين جاء ملاك بين فو قوم بين دوم